صعيقه صعيقه، انا يموت نجار ولا خدار سهله، واخا حتى هو مواطن. كاين الخداره بزاف فنان باش يدعوا فنان، واش تعرف شنو هو فنان؟ باش فنان يموت بالمرض ما قدرتش تعالجوه. ودابا كان ساقيطه ولا راقصه اخرى الحيحه ضايده، والله تيديروا عليه الهم ولا شي واحد ما راجل ما والو كون يدير عليه هادشي. دابا مسألة الدنيا ملاهيات، الدنيا كيتلاها فيها بنادم أراو كان، أراو كان عايز يزوروه أراو كان. الناس ما أكثر الفنانة ما مرتاحينش ماديا، كيكونوا ملاهين على القوت اليومي، ما كيتلاقاوش بزاف، حتى لا تلاقاو جمعتهم شي نقابة كيعطوها لهم على الكذوب. هاد الهضره مستفاو والكلام الحلو، هادوك النقابه ما كاينش شي واحد اللي ما عندوش فرقه ديال المسرح وفرقه ديال الشيخات وعندو ذوق ديالو، هو اللي ياخذ دعمه. هما هادوك اللي مسؤولين في النقابه ولا في الطاقه عندهم فرق ديالهم كيستافدوا غا هما من الدعم الترويج مساعده كتجي كيستافدوا غا هما وصحابهم. الفنانة مساكن كيتحاربوا الدراوش، كيتحاربوا على طرف ديال الخبز، فهمت يا استاذ؟ هذاك الشيء علاش ما كنزوروش بعضياتنا؟ ما كنزوم انا لا تقريبا مده قليله باش الاستاذ الفنان الكبير اللي بقى فينا وقرحنا بزاف الله يرحمه. فاش تلقيتوا الخبر ديال الوفاه؟ خو صعيقه صعيقه، انا يموت نجار ولا خدار سهله، واخا حتى هو مواطن. كاين الخدارة بزاف فنان باش يدعوا فنان، واش تعرف شنو هو فنان؟ راه شي حاجة كبيرة، مع شي حاجة كبيرة في البلاد فنان، لا رسام ولا فنان، فنان واش شي حاجة ديال الله، واحد الموهبة. شريف شريف شرفه الله بشيء، ما كيتقرى لا في معهد ولا في تعليم ولا مع العربي باطمة، لا مع جميع الفنانة، مع جميع الفنانة. بداية البداية حنا دابا كنقولوا عطى واحد التاريخ في الفن، عطى تاريخ ويموت بالنرد وبلادنا ومسؤولين هذو عن الثقافة والفن، باش فنان يموت بالنرد ما قدرتش تعالجوه. ودابا كان ساقيطة ولا راقصة اخرى الحيحة ضايدة، والله تيديروا عليه الهم ولا شي واحد ما راجل ما والو كون يدير عليه هادشي. فنان صاحبي مزوج بولادو وكافح وعطى الساحة الفنية وضحك المغاربة، تعرف اش ضحك المغاربة يا ياسين؟ أنا ما سالش اش ضحك المغاربة. إذن هادو اللي مكلفين بالثقافة والفن في هاد البلاد خاصنا نقتلوهم كاملين وندفنوهم ونرشو الدواء باش ما يطلعش شي فيروس. إعادة النظر، خاص تغربين، خاصنا نغربلو ونحطوا ناس الانسان المناسب في المكان المناسب، وصرحوا عينكم مع الوزاره والمسؤولين، اي مسؤول كنحطوه في بلاصته كيكون في بلاصته كيخدم، واللي ماشي في بلاصته كيبقى مخزونه كيخطف. لا لا وصل اخويا وصل السيل والزوبه. سيف سيف وصل العظم من قلبك سير الدم. بزاف اصاحبي باش غادا ندوب عن بالاداب عينا. عينا بندوب الاداب والاتيكيت، ما كيفرقوش ما بين التواضع والضعف. كيشوفونا متواضعين عندنا علاش نحشمو، كيسحبونا ضعف الشخصيه، كنضروا لينا واحد النظره ناقصه. اي فنان دوما وكان رجلا وكذا. لا خويا ما خايف، قول اللي في قلبك، قول اودي راه خصنا نصلحوا الامور. ديروا لنا صاحبي هادشي حشومه حشومه وعيب، ديروا لنا هادشي. كتبان لنا بحال المرشحين، ها نديروا لكم غنديروا لكم غنديروا لكم ويغبر. راه داروا لنا في الميدان الفني، واش الميدان الفني ما فيش ناس اكفاء؟ راه عندنا ناس اكفاء صاحبي، عندنا عباقره، عندنا دكاتره في الميدان الفني، قامعينهم الوسيطه والبسيطه.